والله يعني أنا حبيت كرة القدم، خلينا نقول من خلال المدارس والساحات الشعبية، وبالدرجة الأولى قرب لنادي اتحاد الشجاعية. يعني الملعب نادي اتحاد الشجاعية بينه وبين بيتي ما فيش دقيقتين، يعني كنت أنا الشنطة أحطها في الدار في الملعب، قبل ما يجي موعد المدرسة أروح من النادي على الدار أخذ الشنطة وأروح على المدرسة. فكان يعني فحبيت اللعبة هذه لدرجة أني كنت في أيام الجمعة في أيام الإجازات أبقى من الساعة 6 في الملعب، وكان عندي كرة سلة كبيرة كنت أروح في الملعب لأن كنا صغار وكانوا الإداريين يطردونا عشان كنا صغار، فكنت أنط عن السور وأنزل في الملعب وألعب بالكرة الكبيرة وظل أنطق فيها. فلما صرت في الفريق صارت الكرة الأساسية لكرة القدم بالنسبة لي تكون يعني صغيرة، أقدر أسيطر عليها أكثر لأن كنت ألعب بحجم أكبر، أنطق الكرة بكرة السلة. وتدرجت في النادي من الأشبال من البراعم للأشبال للثاني للأول. طبعا احنا بنتواصل مع بعض مع اللعيبة، حتى يعني من خلال المباريات، يعني ممكن بشكل أسبوعي يعني كل أسبوعين، لكن متواصلين دائما عن طريق التواصل الاجتماعي، عاملين صفحة مع بعض اللعيبة، فكلنا بنكون في صفحة واحدة وبنتحدث مع بعض وبنذكر يعني شغلات كثيرة صارت معانا في الملاعب وبرا الملعب، يعني حاجات حلوة كثير. يمكن أنا في الملاعب أنا بكون جاد شوية في الملعب، لكن في شغلات كثيرة صارت. كنا مرة في هونغ كونغ بنلعب، فبنسخن قبل المباراة، أثناء التسخين زياد الكرد شات كرة إجت في راس هيثم حجاج في راسه من ورا، فوقع يعني شبه إنه داخ، فكمل المباراة وهو مش عارف المباراة بنلعب إحنا مع مين ولا مين بيلعب مع مين. فهذه كانت احنا طول في المباراه واحنا بنلعب واحنا ماخدين بالنا منه لمين مع مين بيلعب وضد مين، هو مش عارف، انتهت المباراه هو مش عارف مع مين بيلعب. والله يعني اخوتي الاثنين ابراهيم وعبد السلام، يعني ابراهيم كنت اخده معايا على الملعب يتفرج، ولغايه لما صار زميل الي نفس ما صار معايا، كنت اتفرج على زملائي صرت زميل الهم، هو صار نفس الحاجة وإبراهيم نفس الحاجة، وكنا مع بعض في المنتخب لفترة وجيزة مع بعض في المنتخب، أما في النادي كنا على طول مع بعض إحنا الثلاثة، حتى كان 6 من دار السويركي، نعيم وهاني وحربي وطارق محمد أنا وإبراهيم وعبد السلام، كنا 7 جيل بسلم جيل. بالنسبة لنادي اتحاد الشجاعية كانت بطولة كأس فلسطين، كأس فلسطين محافظة الشمالية والجنوبية سنة 1999، يعني موسم 99-2 حصلنا على بطل كأس فلسطين، واستطعنا نمثل فلسطين عربيا وآسيويا. يعني كانت مباراتنا الأولى مع نادي الوحدات على ملعب اليرموك كان سنة 2000، واستطعنا نكسبهم 2-1. جينا نلعب المباراة الثانية عندهم، كان مسموح لنا كان مسموح نعزز بثلاث لعيبة من خارج صفوف نادي اتحاد الشجاعية، لكن قلة الخبرة وعدم المعرفة اللي كانت يعني المعرفة الآسيوية والدولية يعني للمشاركات، ما كانش في عندنا علم، ما قدرناش ناخذ معنا لعيبة. بعد هيك عرفنا بأنه مسموح انه يصير في تعزيز للاعبين، 3 لاعبين من خارج صفوف النادي. كسبونا نادي الوحدات في الاردن 3-1، كنا احنا كسبانين 2-1، مجموع الاهداف كان لصالح نادي الوحدات. حاليا يعني خليني اقول لك يعني اكثر من واحد فيه محلي، عندنا على عطية في الشجاعية، بدر موسى، خدمة رفاعة، عماد فحجان،
في الضفه في لاعبي المنتخب محترفين خارج الوطن من نادي هلال القدس، يعني لعيبه كثير موجوده. عندك محمود وادي محترف حاليا في نادي بيراميدز، لعب فتره طويله في نادي المصر البورسعيدي، مصر البورسعيدي. يعني تقريبا في مجموعه كبيره من اللاعبين الجيدين. بمارس الرياضه من خلال خلينا المشي لفتره طويله، يعني من نص ساعه لساعه بشكل يومي، زاد كره القدم. كنا في الاسبوع كل يوم يوم في الاسبوع نمارس كره القدم على ملعب اليرموك مع اللعيبه القدامى في نادي اتحاد الشجاعيه. يعني انا من القليل اللي بروح يعني بلعب، لكن حاليا في مجال التدريب دربت نادي هلال غزة، دربت نادي بيت حنون الأهلي، دربت نادي الزيتون، حاليا بدرب نادي فلسطين. من خلال التدريب بلعب مع اللعيبة، بأدي لهم التمرين الأول كيفية أدائه وهم بيكملوا، فيعني بضل محافظ على حالي. يمكن ما فيش كرش وما فيش خدود، هيك الحمد لله قدرت أو أني أضل محافظ على اللياقة نسبيا. أرتب حياتي كلاعب محترف. في الفترة السابقة ما كناش لاعبين محترفين، يعني ما كناش نعرف إيش وظيفة اللاعب، إيش كان نوعية الغذاء اللي ياخدها. كنا يعني بشكل عشوائي، لكن كان في عطاء. شوف بشكل عشوائي في عطاء، اليوم بشكل مرتب، الحياة مرتبة، وكل لاعب بيعرف إيش لازم يعمل، وقت إيش لازم ينام، وقت إيش لازم يصحى، ايش نوعيه الاكل اللي ياكلها اللي يحتاجها الجسم. فلا يعني كنت بتمنى بانه يرجع في الزمن لورا وارتب اموري كلها كلاعب محترف. خليني اقول لك، عربيا كنت انا من صغري بحب اتفرج على حسن شحاته وعلى فاروق جعفر، لدرجه اني كان في عندنا لاعب اسمه محمد الطني، كبير في السن وكبير في القامة والهامة، كان بيلعب في نادي البلاستيك في مصر، كان كل ما يجي على غزة ينزل يلعب معنا في الشجاعية. كنت أوصيه وأنا صغير يجيب لي زي نادي الزمالك، هذا يعني كشف أننا زملكاوي. أصعب لحظة الصحيح في المنتخب لما تم الاستغناء عنا كلاعبين منتخب، مش لحالي أنا ومجموعة من اللعيبة، وإحنا لسه قادرين نعطي. هذه كانت أصعب لحظة موجودة عندنا. والله في المسيرة دي في البداية كنت يعني بشتغل وأجي، هذه كانت صعوبة، تمثل صعوبة كثيرة، ما كنتش لسه موظف، كنت يعني أشتغل حر هيك من الشغل على التمرين، ما يكونش في راحة، هذه كانت من الصعوبات اللي كانت تواجهنا لغاية ما توظفنا وخلص وتفرغنا بس لكرة كرة القدم. الاهتمام بجيل الشباب، الحفاظ عليهم، إعطائهم جميع الإمكانيات اللي تخلينا نضاهي أو نساوي الدول العربية والآسيوية في البطولات ولحصد المزيد من الميداليات. لكرة القدم يعني بتمنى لكرة القدم كتير كتير، خاصة إنه إحنا صار شقين عنا، فلكرة القدم لا بتمنى الاهتمام الأكثر، المساواة بين الأندية، بين الأندية بكل شيء، بكل شيء، ما بديش أذكر إيش، بس أنا بقول لك بكل شيء، بتوفير جميع الإمكانيات للاعبين حتى نستطيع نحصل على لعيبة جيدين قادرين لأنه يكونوا في منتخب فلسطين
ونساوي ونتغلب على المنتخبات، أو حتى أقول لك يعني نصير في المستوى الآسيوي والدولي إلنا شأن كبير. فريق العالم المفضل يعني أنا أحب أتفرج على البرازيل. البرازيل كريستيانو رونالدو يعني عنده كل الإمكانيات، لاعب بحافظ على حاله يعني مش بس تمرين النادي، لا بحافظ على نفسه كمان في تمارين خارجية، حتى عامل يعني هو عنده نادي مصغر في قلب في عنده في البيت. زائد طبعا احنا ننساش ميسي كمان، يعني اتنين يعني حاجة خرافية الاتنين.